كل سنة وانتم طيبين، عام سعيد علينا كلنا، يا رب السنة دي تكون سنة حلوة لكل الناس، تكون سنة مختلفة وكلها بركة ومحبة ومفيهاش أي مشاكل وخير كتير إن شاء الله. النهاردة عندي وصفة حلوة قوي لبداية السنة، عايزين بقى نبتدي السنة كده من غير أي فاتس، من غير دهون كتير، نبتدي ناكل حاجات إلى حد ما صحية، مش لازم تبقى صحية 100%، بس تكون مش تقيلة. في ناس طالعة من صيام، وفي ناس هتبتدي بقى الشتاء يدخل ونبقى جعانين جدا طول الوقت، بناكل حاجات مليانة دهون جدا، فعايزين نبتدي نظبط السعرات الحرارية اللي احنا بناكلها. النهاردة عندي وجبة هي مش وجبة رئيسية، هي وجبة جانبية، السلطات. السلطات من الحاجات اللي كلنا بنحبها، بالذات في الشتاء ممكن تكون جنب حاجات مشوية، تبقى هي كفيلة ان هي تكون وجبة، مش لازم اعمل جنبها مكرونة او رز، ممكن تبقى السلطة كفيلة ان هي تبقى الوجبة الجانبية بتاعتي. النهاردة عايزة اعمل معاكم نوعين سلطة مشهورين جدا، وكلهم البطل بتاعهم هو البطاطس. لو انا عندي بطاطس وعايزة اعمل كذا نوع سلطة بسلقة واحدة، اطلع كذا نوع سلطة مختلفة، يعني اسلق البطاطس واطلع كذا طبق سلطة، ايه الانواع اللي نقدر نعملها. النهاردة اخترت اعمل معاكم السلطة الروسية المشهورة، اللي هي سلطة البطاطس بالمايونيز والخضار. دي سلطة مشهورة جدا، بتختلف من شيف للتاني او من مطعم للتاني، ان في شيف بيحط في الصوص بتاعها مايونيز بس، في شيف بيحط مايونيز وزبادي وكريمة لباني، في شيف بقى زيي بيعمل شوية بطاطس يفرمها مع الزبادي مع المايونيز عشان يهدي طعم المايونيز شوية، فنبقى حاسين بطعم السلطة الروسية 100%. كل واحد ليه تكنيك، بس في الآخر كلنا صح، هي أطعمة مختلفة وكل واحد بيفضل ايه الطعم السيد اللي يبقى موجود في السلطة دي. عايزة النهاردة نتعلم مع بعض نعمل برطمان لتتبيلة، تنفع نعمل بيها بتنجان مخلل، وينفع نعمل بيها سلطة بطاطس مخللة، وتبقى موجودة التتبيلة دي، أتبل بيها السمك، أتبل بيها الطماطم المخللة، أتبل بيها البطاطس المخللة، برطمان كده في التلاجة زي التوم المفروم بالظبط. أنا كان نفسي النهاردة أعمل معاكم بتنجان مقلي، بس ما لقيتش بتنجان أقلي معاكم غير الرومي، وأنا الوصفة بتاعتي النهاردة كانت بتنجان مقلي، بس هنعملها بنفس البرطمان ده. البرطمان ده بيعمل أنواع سلطة كتير جدا، فلفل مقلي، بتنجان مقلي، فلفل رومي مقلي، طماطم مخللة، بطاطس مخللة، كل ما هو مخلل بينفع نتبله بنفس التتبيلة دي. هبتدي معاكم النهاردة بسلطة الخضار بالمايونيز وبمقادير سلطة البطاطس المخللة، ونشتغل كله في وقت واحد. سلطة البطاطس أو سلطة الخضار بالمايونيز الرومي دي سلطة روسية، مقاديرها 3 حبات بطاطس مكعبات صغيرة، ونهتم جدا ان في السلطة دي بكل حاجة مكعبات صغيرة، مفيش حاجة مكعب كبير جدا. 2 جزرة مكعبات، كوب فاصوليا مكعبات، نص كوب بسلة، ماء سلق، ماء ساقع وده مهم جدا، وعايزين تلج، رشة ملح، رشة فلفل اسود، نص كوب مايونيز، عصير ليمون، خل تفاح، نص كوب زبادي، رشة توم بودرة، 2 معلقة كبيرة لبن. سلطة البطاطس المخللة دي تاني نوع سلطة، 2 سمرة بطاطس مكعبات، ماء سلق، رشة ملح. دي عندي مقادير الخضار. تتبيلة اللي هنخزنها في الفريزر في برطمان، عندي فلفل قرون بارد، فلفل حار أحمر، توم فريش، ليمون، كزبرة ناشفة، ملح، فلفل أسود، معلقة كمون، خل، ليمون، فلفل رومي، بقدونس. ده بقدونس هزين بيه البطاطس دي. يبقى هنقول تاني، عندي فلفل قرون، فلفل حار، ثوم مفروم، كزبرة ناشفة، ملح، فلفل اسود، معلقة كمون، خل، ليمون، فلفل رومي، بقدونس.